بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي ومتابعي برنامج مسرح الجريمة، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة. برنامجنا بصفة عامة بيناقش كل صور الجريمة، الأهم من كل ده ان احنا بنقدم العبرة والعظة. دي فكرة برنامجنا، وبنلبي بعض الاستغاثات والنداءات او الحالات اللي محتاجة مساعدة، بالإضافة لذلك بنقدم استشارات ونصايح قانونية، بنحاول نوجد حلول سريعة لبعض المشاكل اللي بنتلقاها من خلال برنامج. حقيقة قبل ما أدخل في موضوع الحلقة، بحب أعزي المجلس الأعلى للقضاء، القضاء المصري، في وفاة أستاذنا الجليل سيادة المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق ورئيس محكمة النقض الأسبق. بالنسبة لموضوع حلقتنا النهاردة، معانا حالتين تجردت فيهم الإنسانية من جميع صورها، ولن يبقى من هذه المشاعر إلا رغبة وحب ارتكاب الجريمة أو ارتكاب الشر. الإنسان لما غريزته هي اللي تحركه، المجتمع كله بيتأثر. الحالة الأولى النهاردة زوجة، في غياب زوجها أثناء فترة عمله استضافت عشيقها، وقع هزت منطقة حلوان بالكامل، ويمكن هزت الرأي العام المصري. أثناء وجوده صحي طفلها من النوم، بفطرة الطفولة بدأ إنه هو يدور على أمه، فتح باب غرفة النوم، شاهد مشهد صدمه كطفل عمره 4 سنوات. الأم بالاشتراك مع العشيق قتلوا الطفل، ضربوه ووجهوا ليه عدة ضربات أودت بحياته. بعد ذلك ادعت الأم تحديدا أنه وقع من على السلم أو سقط سهوا من على السلم. وصل الأب، أبلغته الأم، اصطحب جثمان ابنه للمستشفى. الطبيب أجرى فحصه وتبين أن هناك شبهة جنائية. الواقعة الثانية، أم وأب استمروا في علاقتهم في استقرار أسري، كانت علاقة جيدة جدا، ولكن بعد فترة الحمد لله استجاب ربنا لدعاهم وحملت الأم وفرحوا هما الاثنين. ولكن بعد ما ولدت الأم طفلتين توأم، اتحولت هذه العلاقة إلى كارثة. الأب كاره خلفة البنات. في أحد الأيام، ولوجود ضغينة داخل نفس هذا الأب تجاه الطفلتين، واحدة منهم صرخت وقت ما كانت أمها ذهبت تشتري بعض الأغراض ومستلزمات البيت، رجعت لقت بنتها جثة هامدة، لأن والدها بعد صراخها طرحها على الأرض، ارتطمت بالأرض، لفظت أنفاسها الأخيرة. وعلشان نخوض في تفاصيل الواقعتين، دعوني أرحب بضيوفي الأعزاء الكرام، كاتب الصحفي الاستاذ طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين، برحب بسعادتك. اهلا بيك يا دكتور. دكتور احمد عبد الله، المنسق الاعلامي الاقتصادي السياسي بجريده الاسره العربيه، برحب بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ممثله والاعلاميه الزميله ميار الحسيني، اهلا بيك يا عمرو. اهلا بيك، بسعادتك، نورتي مسرح الجريمه، ربنا يخليك. سؤال لطارق بيه، قراءتك وجهه نظرك تجاه الواقعتين.
والله هي جرائم بشعة جدا بتكشف النقاب عن غياب الضمير وغياب الإنسانية وتحول الإنسان في مرحلة معينة إلى وحش كاسر مجرم من عطاة الإجرام. الأصعب في الأمر إني مرتكب الجريمة الأب في واقعة والأم في واقعة أخرى، ده بيعني إني المجتمع في هزة ويحتاج إلى إعادة تقييم لأمور كتيرة جدا ما في مرحلة ما قبل الزواج. يعني الحاجة التانية إني الأب اللي هو عايز يتخلص من بنته ويضربها حتى الموت أو يخبطها عشان يتخلص منها بحجة إن هو كاره خلفة البنات، ده يا إما هو معقد نفسيا، يا إما راجل ما يعرفش حاجة عن الدين، يا إما راجل هو سيكولوجية التكوين بتاعه والعقيدة بتاعته فيها نوع من الإجرام. هو إجرام كامن ما ظهرش إلا مع ظهور البنتين في حياته عشان يأثروا عليه التأثير الكبير ده بأنه كاره خلفة البنات وبيتخلص من بنته اللي هو بالنسبة له بشرة، كما كان يبشر اليهود من قبل أو الكفار فيما قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا بيقتلوا البنات وبيتخلصوا منهم بحجة جلب العار أو التشاؤم منهم. أعتقد أن الأب ده المجرم ده هو على نفس وتيرة الكفار ما قبل الإسلام، لأنه مش عارف أن دول ملائكة وأن دول من رحمات الله على الإنسان أن هو يديله طفلة أو يديله بنت. البنت أكتر محبة للأب، البنت حاجة جميلة في المعيشة بوجه عام. إذا أنت أحسنت تربيتها ووجهتها التوجيه السليم ممكن تكون منتجة كمان في المجتمع أكتر من الإبن أو أكتر. فقصة أن أنا كإنسان عندي عقد نفسية أو عندي صعوبات داخلية ربما دي تكون بسبب سلوكياته هو فيما قبل زواجه، ان هو كان خاين بالظبط، وبعدين خايف ان بناته يتعرضني لايه، لنفس المأساة اللي هو بيعاني منها بينه وبين نفسه، فمسبب له ازمه. يا اما حد من 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 قريباته تعرض لحاجه، او هو يعرف سر عن حد في اسرته او قريب من العيله مسبب له ازمه نفسيه انه لازم يخلص وقت البنات بالنسبة له الملاذ والخروج من الأزمة اللي هو فيها. فبالتالي احنا النهاردة قدام مجرم لابد من عقابه عقاب صارم جدا، وما تاخدش القانون ما ياخدش بيه هوادة ولا رحمة. حتى المحكمة اللي تنظر الدعوة دي تكون شديدة القمع والقوة والردع، لأن ده مش أب. الأب الحقيقي هو اللي يحتوي، هو اللي يدي راحة وطمأنينة للبنت والولد كمان في نفس الوقت، ولكن ما يكونش فيه تمييز. يعني هيجي لك يعني الابن اللي ممكن يحول حياتك لجحيم اذا ما سمعش كلامك وخرج وبقى يعني بتاع كيف ولا مجرم ولا لص ولا وارد يطلع. اما البنت انت لو قمتها وتربيتها تربية سليمة هتكون حد صالح للمجتمع، يفيد المجتمع. بالعكس ده هو يعني يستحق العقاب. اعتقد ان اقصى عقوبة لي انا يعني تكون رادعة هو بينه وبين نفسه، هيتن العمر كله. تمام يعاتب نفسه. هروح لضيفي دكتور احمد. من وجهة نظرك وفي تصورك ايه الدوافع والاسباب اللي ادت لظهور حالة مثل هذه الحالة في مجتمعنا؟ هو حكى استاذ عمرو، لو انا هنرجع للموضوع هنرجع لثلاث خطوات. الخطوة الأولى إن طبعاً هو العامل النفسي. أنا أتمنى وناشد الجهات الصحية أو الرقابية قبل الجواز على موضوع الزوج والزوجة يشوفوا الموضوع النفسية. أكيد الحدث ده أو الحادثة دي هي غريبة عن المجتمع العربي والإسلامي والمصري بصفة عامة في كل الأديان، فهي مجرمة بكل الأديان. تاني حاجة لازم نراجع الخطوات النفسية، هل الزوج ده صالح للزواج ولا مش صالح؟ الزوجة دي صالحة للزواج ولا مش صالحة؟
والرسول عليه الصلاه والسلام وصى بالموضوع ده اللي احنا لازم نختار الزوجه الصالحه وما تكونش من منبت الدمم، يعني نختار الزوجه الحسناء الصالحه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هو الموضوع بيرجع تاني لسلوكيات الشخص وسلوكيات المجتمع. صح. هو عامل ايه في المجتمع والفقر ونسبه الجهل، الجهل لازم يكون نسبه اقل من كده بكتير، لان طبعا المشكله دي مشكله اخلاقيه ومشكله قبل ما تكون مشكله يعني بتهز ليها المجتمع كله. فانا كاب انا في نفسيتي ألمني لما سمعت الحادثه دي، يمكن انا احتضنت اولادي بوازع الفطره، فهي ضد الفطره وضد البشريه. وانا اتمنى ان شاء الله ان الحاجات دي تكون سلوك فردي، ولازم زي ما طارق بيه قال لازم يكون في ردع من الناحيه القضائيه، ان كل واحد مش انا كنت تعبان او انا كنت مريض نفسي فالموضوع لا لا. الموضوع في الاخر ياخد له اجراء فبتتكرر العاده. يعني دي على ما اعتقد من ضمن الحاجات اللي لازم نرجع لها. يعني دكتوره ميار. ايوه. او الاعلاميه ميار حسين، من وجهه نظرك كممثله وكاعلاميه، تمام، هل الحالتين اللي احنا ناقشناهم هما من وجهه نظرك نتاج عن ثقافه قدمها لنا الفن او الاعلام على مدى عصور، ام انت من وجهه نظرك ان يكون ليها تحليل مختلف؟ بص يا عمرو، انا من وجهه نظري في كذا، يعني كذا حاجه. اول حاجه ان كل دايما بيعلق الجرايم والحاجات دي على الافلام والمسلسلات، بس زي ما في حاجات وحشه في المسلسلات في حاجات كتير كويسه وبتظهر الحاجات اللي كويسه في المجتمع. واللي محدش برضو بياخد باله منه ان التمثيل ده مجرد ان احنا بنبرز الحاجات اللي موجوده في الواقع، يعني اريد الحاجات دي موجوده من قبل كده، من قبل التمثيل ومن قبل اي حاجه، والجرائم دي موجوده. وعايزه اعلق برضو على نقطه في موضوع الطفل اللي قتل بنته، يعني ده بيقولوا حتى البنت بتيجي برزقها. معروف ان خلفه البنات يعني مفيش زيها، بتيجي الخير للاب وللام وللعيله كلها. فانا شايفه ان ده لا يعرف حاجه عن الدين ولا يعرف حاجه يعني عن اي حاجه خالص، وعن خلفه البنات ازاي حلوه. في مواضيع من الواجب ان احنا ما نبرزهاش او ما نسلطش ضوء عليها حفاظا على القوائم المجتمعيه، وفي بعض الادوار او في بعض الاعمال الفنيه او المواضيع اللي بيتم تناولها في المنصات الاعلاميه اكيد بتبقى بتعود على المجتمع بفايده. واعتقد ان احنا هيبقى في فرق هنا بين الحالتين. اكيد، بس عايزه برضه اوضح نقطه استاذ طارق قالها، فكره ان هو خايف من اللي عمله في حياته قبل كده، وده اللي دايما بنقوله، ومحدش من الشباب بيفهم معنى الجمله ان كل حاجه انت عملتها في حياتك هتترد لك، في امك، في اختك، في اي بنت في حياتك، في عيلتك هيترد كل حاجه عملتها في اي بنت. اعمل ما شئت كما تدين تدين. طبعا مظبوط. فهو ممكن يكون فعلا فكره خوفه من اللي عمله في حياته يترد له في بنته، الحياه او الدنيا سلف ودين. طبعا تمام. فدي حاجه. تاني حاجه اللي برضو المحدش يعني في دلوقتي ستروكس وفي هيروين ويعني المخدرات والحاجات دي بقت بتعمل بلاوي بلاوي، فالموضوع ليه كذا ثغره، هي دي الفكره. تمام. طارق بيه، نعم، هل في تاريخك ومشوارك أيوة قابلت حالات مثل هذه الحالات، ولا الحالات دي ظهرت مؤخرا؟ لا لا، انا مش هقول حالات، ممكن نقول حالات فرديه. لا لا، حالات كتيره، حالات فرديه، يعني ما نقولش انها ظاهره. حالات كتيره جدا قابلتني، وانا كنت كصحفي قضائي ومحرر بجريده الاحرار اليوميه في قسم الحوادث، وكان لنا صولات وجولات كبيره جدا في قضايا شهيره في المجتمع المصري. هدي بس يعني إضاءة بسيطة إليها أو ضوء بسيط عليها. كان من ضمن الملفات كن قضية أنا تابعتها وكانت شهيرة بالنسبة لنا الشخصي، قضية نواب القرود في آخر 99-2000. دخلنا على نواب القرود، إحدى القضايا الشهيرة جدا في المجتمع المصري، ووجهت الضوء إليها، وبفضل الله قدرنا نرجع 1,250,000,000 جنيه في الوقت ده بالمتابعات بتاعتنا كصحفي حوادث. وبعديها بعد دكتور كده دكتور، استسمح حضرتك، معانا مداخله تليفونيه. اتفضل. من علم من اعلام وزاره الداخليه، سياده اللواء سعيد شلبي، مساعد اول وزير الداخليه لمنطقه وسط الدلتا وعضو المجلس الاعلى لهيئه الشرطه الاسبق. برحب بيك معالي المساعد. اهلا بيك يا عمرو بيه، اهلا بيك وبضيوفك الكرام. سياده اللواء المساعد، ضيوفي كلهم بيرحبوا بسعادتك، وسعادتك يعني نار على علم.
في مجال الامن والحقل الامني يا فندم. الله يخليك يا عمرو. في قضيه اليوم سعاده المساعد، عايزين نعرف ايه الاسباب والدوافع اللي ممكن تؤدي لحدوث مثل هذه الوقائع، الام اللي يعني خانت زوجها، الاب اللي اعتدى سعادتك على بنته واودى بحياتها نظرا لكرهه لخلفه البنات. في مشوار سعادتك الحافل بالانجازات الامنيه، احب نعرف قراءتك وتعليق سيادتك على هاتين الوقعتين. هو بالنسبه للام اللي هي وقعت الام مع ابنها دي، طبعا الاساس فيها الواجع الديني، لان هي طبعا قله الواجع الديني ده بيخليها تقدم على اللي هي عملته. الى جانب طبعا في عوامل اجتماعيه اخرى زي البيئه والتربيه، كل الحاجات دي بتبقى مساعده على ارتكاب الجريمه. تمام سياده اللواء، ونصيحه سعادتك من واقع خبرتك لمجتمعنا لتجنب مثل هذه الجرائم او هذه الوقائع. هي طبعا الاسره هي اساس كل شيء، والتربيه هي كل شيء، لان الاجهزه الامنيه دورها مساعد، لكن الاساس كله هي في البيت والتربيه الصحيحه، وان هو الحرام والحلال كل ده مهم جدا، ودور الام مهم جدا في خلق الوازع الديني لدى الافراد والاسره والقيم والمبادئ، لان دي مهمه جدا. وطبعا سعادتك ده بينعكس على مفهوم الامن القومي والامن العام، الامن القومي بصفه عامه والامن القومي الامن العام بصفه خاصه. طبعا سياده اللواء سعيد شلبي، مساعد اول وزير الداخليه لمنطقه وسط الدلتا وعضو المجلس الاعلى لهيئه الشرطه الاسبق، بحيي حضرتك وبشكرك على مداخلتك. هرجع لدكتور طارق. يعني كان يعني القضايا دي كتيره وعديده، انا خرجت بره النطاق او حبيت اسلط الضوء ان الجريمه يعني مستمره، واني في مجالي انا كراجل صحفي وخاصه في مجال الجريمه، قلت ان احنا فجرنا قضايا كبيره جدا تتعلق وترتبط برضو بالاخلاق، زي القاتل وزي السارق وزي تاجر الكيف وزي المرتشي. فمن ضمن القضايا اللي احنا نشرناها او طلع لنا الراي عامه كانت مهمه جدا، وكانت في يوم من الايام هي الصوره الواضحه في الراي العام المصري، قضيه نواب القروض. وقلت لحضرتك قبل المداخله بتاعت سياده اللواء ان انا رجعت مليار و250 مليون جنيه، لان انا اول صحفي في مصر اشار الى وجود تفويضات ائتمانيه بتطلع من خمس بنوك وطنيه لمجموعه من نواب الشعب انذاك، وعلى راسهم وزير سابق كان توفيق عبد اسماعيل، والرقابه الاداريه اللواء فهم عبد الحميد كلمني وقال لي ايه الموضوع بالظبط، قلت له في 1 2 3. فالاجهزه الرقابيه في ثاني يوم على طول راحت كشفت المستندات اللي احنا وجهنا اليها. كمان قضيه اكياس الدم المروسه. ومعانا مداخله تليفونيه من اسكندريه. استاذه نور. استاذه نور. ايوه السلام عليكم. اهلا اهلا اهلا، شرفتي ونورتي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. انا بشكر حضرتك وبشكر الضيوف اللي مع حضرتك على الكلام اللي هم بيقولوه، وطبعا دوت عشان خاطر نوعي الناس اكتر، لان ما بقاش فيه توعيه، وبقى فيه ناس كتير بتعمل جرائم قتل في اطفالهم وفي ولادهم، وطبعا دي حاجه اشكر حضرتك عليها ان انت بتقدم في برنامجك يعني النماذج زي دي عشان الناس تاخد عزه ووعي من هذا. انا من خلال البرنامج احنا دايما بنحس ان دي رساله، او احنا بنقدم رساله، وتفاعل الشارع المصري مع برنامج بيقدم النصيحه وبيقدم الصور اللي ان شاء الله نتمنى ان هي تكون يعني تختفي من مجتمعنا، ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل تفاعل الجمهور او الشارع المصري زي مكالمه حضرتك الغاليه والعزيزه علينا. ويمكن وانا بناشد برضو ان كل الناس تشوف برنامجك عشان برضو تاخد العظه وتاخد الوعي، لان ما بقاش فيه وعي كافي. أيوة كده الشعب مطلوب تدريب. وبشكر حضرتك جدا جدا على الاستغاثه اللي انت حضرتك قدمتها المره اللي فاتت بخصوص قضيه علي ابو القاسم،
انا بشكر حضرتك جدا لان فعلا يا ريت فريق الاعداد يعني يحط لنا الصوره، صوره المهندس علي ابو القاسم. استاذه نوره سلطت الضوء على مناشدة كنا سبق في الحلقة اللي فاتت ان احنا اتكلمنا عن الموقف القضائي لاستاذ علي ابو القاسم. الاستاذ علي ابو القاسم واستاذة نورة يمكن كانت شافت الحلقة، واحنا بنشكرك ان المصريين كلهم يا استاذة نورة كلهم بيكونوا على قلب رجل واحد، وكلهم بيبقوا ايديهم ايد واحدة في مثل هذه المواقف. خاطر كل الناس تحس ان احنا كلنا ايد واحده، وان احنا لينا كرامه بره وجوه. احنا مش زي اي حد ممكن يموت وخلاص. احنا لازم كل واحد يبقى عنده حق وليه كرامه، ليه كرامه جوه وليه كرامه بره كمان. وانا من الدم المصري والمواطن المصري غالي طبعا، غالي يا استاذه نوره. صح كلامك مظبوط، الدم المصري غالي، لازم كلنا نقف ايد واحده، على خصوصا ان القضاء المصري والقضاء السعودي الاثنين انتهوا للتوصل الى الجناء الحقيقيين. استاذه نوره بشكرك، وتحياتنا لاهالي عروس البحر الابيض المتوسط، الف الف شكر. كلمه اخيره دكتور احمد، رؤيتك. انا رؤيتي يا عمرو بيه ان لازم المجتمع كله زي ما السيد رئيس الجمهوريه بيحارب الفساد والمفسدين، انا شايف ان ده فساد مجتمعي. لازم المجتمع ينهض لمحاربة الفساد. أنا شايف إن اللي بيحصل ده غريب عن المجتمع المصري بتاعنا، وده مش الطبيعي. لو في مادة في الكتب أو بندرسها لأولادنا هوية المجتمع المصري، سلوكيات المجتمع المصري، أخلاقياتنا، أخلاقيات ديننا، في الكنيسة لازم تتحرك، في المساجد لازم تتحرك. أستاذة ميار، كلمة أخيرة في دقيقة. تمام. أهم حاجة عايزة أقولها التربية ثم التربية ثم التربية، لأن أكيد إذا كان الراجل اللي قتل بنته ولا الست اللي قتلت ابنها، أكيد هدول يعني طلعوا من عيلة مش سوية، وعيلة فيها مشاكل وفيها عدم أخلاق. لأن مش طبيعي أن بني آدم يعمل كده في ابنه أو في بنته من غير ما يكون في أي حاجة سابقة قبل كده. أن مفيش تربية صح، أن إيه الصح وإيه الغلط وإيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش. وعايز اعلق برضو على الست اللي قتلت ابنها، معلش دي واحده، دي قضيه زنا زي ما هي قضيه قتل، اللي تزني تقتل تعمل اي حاجه في الدنيا، فلازم نسلط الضوء على المشاكل دي عشان تتحل. تمام يا استاذ ميار. حقيقه في نهايه البرنامج او في نهايه الحلقه احب اوصل استغاثه لام هند. ام هند حاله انسانيه مصابة ببعض الآلام الشديدة جدا في العمود الفقري، وإحنا هنحط بعد إذن فريق الإعداد رقم تليفونها مصحوبا بالصورة أو مع الصورة لأهل الخير اللي يحب يساعد أم هند. جزا الله كل خير. حقيقة أنا بشكركم وبشكر ضيوفي الأعزاء. نشكرك يا عمرو. حفظ الله مصر وأمن شعبها وجندها وسائر بلاد المسلمين. كان معكم عمرو الشاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.